أعزائي المشاهدين، برحب فيكم مرة تانية. والطبق اللي حنعمله هلأ من أطباق الحلويات اللي على شكل قلب، حنعمل براونيز على شكل قلب. نشوف سوا الوصفة. قلوب براونيز، خليط البراونيز: 1 كوب دقيق، 3/4 كوب بودرة الكاكاو السادة، 1/4 ملعقة صغيرة بيكنج باودر، 1 رشة صغيرة ملح، 2 كوب سكر ناعم الحبيبات، 1/4 كوب زيت ذرة، 1/2 كوب زبدة مذابة، 3 حبة كبيرة بيض، 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. صلصة السكر: 2 كوب سكر ناعم بودرة، 1/2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة، وقليل من الحليب. أعزائي، وصفتنا كتير بسيطة وسهلة. هي طبعا البراونيز يعتبر نوع من أنواع الكيك، ولكن له خواص شوي مختلفة. ما بيبقاش نافش كتير، وبيبقى هيك تقيل شوي، أو بنسميه هيك مضغوط على بعضه. كتير ناس بيحبوا هذا النوع من الكيك، ويعتبر مشهور جدا، وأكثر انتشارا أنه يبقى بالشوكولات. في براونيز على فاتح بيبقى أبيض، وفي براونيز مكسرات، بس الشوكولات براونيز هو أساس هذه الوصفة. الوصفة كتير بسيطة وما بدها خلاط ولا أي شيء، بنعملها يدويا بشكل كتير مريح. نجهز القالب. القالب عندي لابد أني أمسحه بمسحة خفيفة من الزيت أو رشة زيت، إذا عندكم الزيت السبراي، أو إذا حبيتوا زبدة أو سمن نباتي، أي إشي. ممكن أنا أرش القالب بطبقة من الطحين، ولكن إذا عشان أنا عندي شوكولات براونيز يفضل أني أستعمل الكاكاو برضو لتغطية القالب، بس مش أساسي عندي. إذا حبيتوا هذه الفكرة بتقدروا تنفذوها، مش شرط 100%، ممكن الطحين يمشي الحال. هغطي القالب بالطريقة هاي. هبتدي هلأ أتأكد أنه تغطى من كل الجوانب. القالب عندي أصبح جاهز. وطبعا أعزائي المشاهدين، بالنسبة للكاكاو اللي أنا هلأ استعملته مش حرمي، هذا كاكاو ما زال كويس ونظيف، بقدر أرجع تاني أحطه على خليط الكاكاو اللي عندي وأستعمله. حتى الورقة هذه هنخليها موجودة، مش هنرميها. هنبتدي أعزائي المشاهدين ننخل عليها مباشرة خليط الطحين مع الكاكاو. هحط الطحين، هضيف هلأ البيكنج باودر ورشة من الملح، رشة يعني ما بين أصبعيني بقدر أمسك هالكمية، وأضيف بودرة الكاكاو. وبودرة الكاكاو عادة بتحتاج، ممكن نستعمل هيك سباتولا عشان نوزع بودرة الكاكاو، مش سهل انها تبقى مفتتة او محببة زي ما انتو حضراتكم شايفين، فيفضل اني استعمل سباتولا او معلقة صغيرة بمشي الحال، او بطرف اصابعك، بس اضغط على الكاكاو لغاية ما ينزل عندي ناعم تماما، وهذه ضروري جدا. بقى الكاكاو أصبح عندنا جاهز، نتخلص من كل هالمقدار. حضيف السكر وأبتدي أعزائي المشاهدين أضبط الجزء الثاني من الوصفة. هحتاج أسيح الزبدة، هنحتاج طبق، ممكن ناخد الطبق هذا، بتبقى كتير لذيذ وعملي، صديقي هذا الطبق. بحتاج نفصل بيض، 3 بيضات، بدناش الزبدة تسخن كتير، أنا بس بدي أسيحها. حضيف 1/4 كوب من زيت الذرة، الفانيليا حوالي 1 ملعقة صغيرة،
وأشوف برضو تاني الزبدة. خلوا بالكم بديش اياها تكون سخنة كتير، بس انها تدوب، فممكن هلأ أسيبها تدوب على السخونة اللي أخدتها. خلوا بالكم لأن إذا أضفناها هلأ على البيض حيتكتل عندي البيض ويستوي، فما بدنا طبعا إحنا هذه الخطوة. أبرد الزبدة عندي شوي. حبتدي أعزائي المشاهدين أضيف الزبدة، ومجرد بمضرب شبك أقلب بالطريقة هاي، خلص أوقف، مش محتاج أبدا أكتر من هيك، تقليب خفيف. حبتدي هلأ أضيف خليط الطحين مع الكاكاو والسكر، كل هالمكونات مع بعضها. برضو الورقة هاي ما حنرميها، حنخليها على جانب، حنستعملها لاحقا. ببتدي هلأ بالمضرب شوي شوي، أو سباتولا إذا حبيته، مش شرط مضرب، يبقى عندي بالقوام الثقيل بالطريقة هاي. القوالب عندي جاهزة، وأبتدي أوزعه بالقوالب. ممكن ناخذ سباتولا تاني هيك تكون معانا. باخذ كمية من الخليط وأبتدي أحط في كل قالب. يعني نحاول ما نملهوش قوي، بس نملاك. يعني عايزة أشرح لكم الفرق ما بين البراونيز والكيك، إنه الكيك ممكن ينفش ويتضاعف شوي في الحجم، البراونيز لا، بتضلها شوي محتفظة بنفس الحجم اللي إحنا حطيناها، تنفش شوي بس مش كتير، وما بتعلاش، يعني بتضلها فلات. دائما سطح البراونيز مميز إنه فلات، وبتحسوه مش ناعم، هيك مجعلك على بعضه خشن، وبيبقى كأنه مكسر تكسير. وهذه من خصائص البراونيز، ما بتكون عملتوا اشي غلط بالوصفة، ما تقلقوا. بوزع هالكمية بالطريقة هاي، وزي ما اقترحنا عليكم اذا ما في قالب القلب تقدروا تصبوه في صينية وتقطعوه الى قلوب حسب المقاس اللي انتوا بدكم اياه. البراونيز طبعا جاهز يدخل الفرن على درجة حرارة 180، بنسيبه لحوالي 15 دقيقة، ما بياخد وقت كتير بالفرن. خلوا بالكم، ملاحظة برضو كتير مهمة أعزائي المشاهدين بالنسبة للبراونيز، إذا طبخناه أو خبزناه أكتر من اللزوم بيبتدي ينشف معي. هو مزعج شوي في إنكم تتحكموا شوي في درجة الليونة تاعت البراونيز. في ناس بحبوه يبقى مسميه كيكي، بيبقى لما يتشتكلوه بسكوتي على ستايل هيك بقرمش شوي، وفي ناس بحبوه كيكي بيبقى شبيه بالكيك أو قريب للبسكوت. فيكم تتحكموا طبعا زي الكوكيز. الكوكيز كيف إذا خبزناها دقيقة زيادة بتفرق معانا في الليونة تاعتها، نفس الشيء البراونيز، كل ما خبزتوا أكتر كل ما نشف أكتر، بس مش غلط، في ناس بحبوه مقرمش، انتوا شوفوا كيف بتحبوا وتستمتعوا بطعمه. أعزائي المشاهدين بعد ما يبرد البراونيز حنشوف سوا طريقة التزيين. أعزائي المشاهدين، صلصة السكر دائما بنعملها وبنستفيد منها للعديد والعديد من الأطباق. برضو الصلصة هاي صديقتي المفضلة، دائما بنستعملها بعدة أشكال. الكثافة هذه معقولة. هحتاج أحط البراونيز على شبك بالشكل هذا، وبستعمل معلقة، وهون بدها دقة وبدها شوي طولة بال منكم أعزائي المشاهدين. باخذ شوي من الصلصة واحطها على البراونيز، وابتدي شوي شوي اوزع بصبر شديد جدا. لاحظوا، ناخذ كمية كمان ونبتدي نصبها صب عشان يتغطى كله بطبقة من السكر. لابد أحط قطعة من الورق وتبقى نظيفة عشان السكر اللي هلأ تساقط كله حرجع ألمه تاني وأستعمله تاني، ما في مشكلة عندي. لاحظوا إيش أنا بعمل، بتغطى بطبقة من صلصة السكر. يعني المعلقة بتساعدني شوي شوي على إن هيك أتحكم في بعض الأجزاء اللي مش عم يجيها سكر بالمعلقة، بحاول بس هيك أساعد السكر إنه يمشي عشان يروح على الأماكن اللي ما فيهاش تغطية.
يعني كتر صلصة لأنه حنرجع نستعمل تاني. كل اللي بيتساقط هذا بقدر بلمه تاني وأرجع أستعمله تاني على الكيك، بس المهم يتغطى عندي الكيك بالطبقة الوفيرة من صلصة السكر. أخذتوا بالكم؟ مش كتير هي صعبة، بس بدها دقة شوي في الشغل عشان تتأكدوا إنه عم بيتوزع عندي بالشكل هذا. هلا قبل ما تتماسك الصلصة عندي ببتدي أحط قليل من السكر الأحمر، رشة خفيفة خالص بالطريقة هاي ليبين عندي القلب الأحمر بالشكل هذا، وطبقة خفيفة بتنزل تحت بس بضل الأبيض باين والأحمر هو اللي بيبقى مميز لسطح البراونيز. أعزائي المشاهدين بسيب السكر لغاية ما ينشف تماما ونستمتع بطعمه. نخلنا الطحين مع الكاكاو والبيكربونات والملح، أضفنا السكر، خلطنا الزبدة مع الزيت والبيض، أضفنا خليط الطحين وزعناه على القوالب وخبزناه وزينا بصلصة السكر والسكر الأحمر. قلوب براونيز، خليط البراونيز، 1 كوب دقيق، 3/4 كوب بودرة الكاكاو السادة، ربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر، 1 رشة صغيرة ملح، 2 كوب سكر ناعم الحبيبات، ربع كوب زيت ذرة، 1/2 كوب زبدة مذابة، 3 حبة كبيرة بيض، 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة، صلصة السكر، 2 كوب سكر ناعم بودرة، 1/2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة وقليل من الحليب.